التلوث ظاهرة تهدد كوكب الأرض في الآونة الأخيرة، والإنسان هو السبب في تلوثها. للتلوث أنواع، فنجد تلوث الهواء الناتج من دخان المصانع والسيارات والذي يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، وتلوث التربة لكثرة استعمال المبيدات الحشرية، وتلوث المياه الناتج من تسرب البترول والزيوت ومياه الصرف الصحي ورمي الفضلات في الأنهار والأودية والبحار. والمتسبب الرئيسي للتلوث هو الإنسان. ولحل مشكلة التلوث علينا استعمال الطاقة الشمسية ورمي الأوساخ في المكان المخصص وتشجيع التدوير وتوسيع المساحات الخضراء بالتشجير. أنصح الجميع بحماية البيئة من التلوث للمحافظة على صحتنا. يقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.